سولتس نتائج البكالوريا 2022 سوريا وزارة التربية السورية علمي أدبي شرعي. نتائج البكالوريا 2022 سوريا يبحث الطلاب وأولياء الأمور من جميع المحافظات السورية حالياً من خلال محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن رابط. لنتائج الثانوية العامة البكالوريا للاطلاع على النتائج بمجرد إصدارها رسمياً للامتحانات في جميع المدارس في المؤسسات التعليمية السورية، حيث من المتوقع أن يتم الموافقة على تحميل نتائج البكالوريا وقت صدور نتائج الثانوية العامة وتحميلها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب. كشفت وزارة التربية والتعليم السورية رسمياً في الساعات القليلة الماضية عن موعد نشر نتائج البكالوريا 2022 ونشر نتائج الاسترداد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة باستخدام رقم اشتراك الطالب من أجل تسهيل النجاح والحفاظ على نتائج الطلاب. الوقت والجهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشرح تطبيق النتائج الامتحانية الرسمي لعام 2022 وتحميل التطبيق برابط مباشر موجود في الوصف. طبعا النتائج الامتحانية سوف تصدر قريبا يوم يومين ثلاث في هذه الأيام القليلة، أو ممكن في أي لحظة تصدر النتائج. بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الجهاز سوف يعطينا إشعار بصدور النتائج بشكل لحظي. عندما تنزل النتائج بشكل لحظي سوف يرسل لنا إشعار إلى الجوال بأن النتائج قد صدرت. طبعا ندخل على التطبيق. التطبيق حاليا مقفل لا يفتح. عند صدور النتائج سوف يفتح التطبيق لدينا بهذا الشكل. نختار الفرع علمي أو أدبي أو مهني، نختار المحافظة ونكتب رقم الاكتتاب ثم نعطيه بحث. سوف يدخل إلى صفحة الطالب. موجود اسم الطالب الثلاثي واسم الأم والمحافظة والمدرسة. نتأكد أنه كافة المعلومات هاي إلنا، ثم نضغط على زر السهم هذا وسوف ندخل إلى تفاصيل العلامات. تفتح لدينا الصفحة بهذا الشكل وفيها جميع المواد، وهنا نتيجة الطالب إن كان ناجح أو راسب، وإن شاء الله تكونون من الناجحين. لمشاركة هذه الصفحة إما عن طريق الواتساب بشكل مباشر أو على زر المشاركة، فتفتح لدينا النافذة بهذا الشكل. نشارك على أي برنامج آخر هذه النتائج. تقدم طلاب القسم الأدبي امتحانات نهائية في مواد الامتحان والفلسفة والعلوم الإنسانية واللغة العربية والجغرافيا واللغة الفرنسية واللغة الروسية والتاريخ والتربية المدنية والتعليم الديني وتعليم اللغة الإنجليزية. تنشر نتائج البكالوريا الجامعية 2022 فور الانتهاء من أعمال التصحيح في كل محافظة على حدة عن الأخرى: محافظة إدلب، محافظة الحسكة، محافظة حلب، محافظة حما، محافظة حمص، محافظة دير العز، زور محافظة دير سوري، دمشق، محافظة درعا، محافظة الرقة، محافظة ريف دمشق، محافظة السويداء، محافظة طرطوس، محافظة القنيطرة، محافظة اللاذقية. ستصدر نتائج البكالوريا هذا الأسبوع قبل عيد الأضحى، بينما تصدر النتائج التاسعة بعد عيد الأضحى. نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب رقم التسجيل. قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
حدد المنطقة الطلابية. أدخل رقم اسم الاشتراك. اضغط على الزر للاطلاع على نتائج الدورة الأولى للبكالوريا 2022 سوريا.